مناسبة رأس السنة 2024 جيت ناخد واحد الطارطة اللي هنايا بان لي هاد المحل فيه طارطة زوينين، وحنايا هاد العادة كنحتفلوا برأس السنة، كنحتفلوا مع الأصدقاء وكنتجمعوا مع العائلة، وكنتمنوا للجميع المغاربة سنة سعيدة الله يدخلها عليهم بخير والهنا والصحة والسلامة، وكل شيء يحتفل. والحلوة حتى هي الحلوة المغربية والطارطة، هذه هي العادة ديالنا، وسنة سعيدة لجميع المغاربة. السلام عليكم. ولا أنا يا سميتي لمياء، جيت من أنا من الجارية المغربية، جاي من فرنسا وجيت ندوز رأس العام هنايا، جيت عند الأخت ديالي مع العائلة ديالي وحنا فرحانين، المغرب تبارك الله غادي القدام، وجينا نتقداو الحلويات كما كتشوفوا الحلويات المغربية غنية عن التعبير. جيت ناكل هنايا وندي معايا إن شاء الله حتى الحباب على برا. ايوا نتمنوا هاد السنه ان شاء الله تدخل عندنا بالصحه والهنا وراحه البال، والمغرب يكون ديما ان شاء الله القدام القدام. حنا المغاربه معروفين كنحتفلوا، حنايا ميم الوالده ديالي الله يرحمها كانت كتاكد على الحلوه في راس العام ان شاء الله، كلشي باش كلشي العام ان شاء الله يدخل علينا بالصحه، وكتكون اجواء عائليه وفي اجواء مغربيه، وكنوجدوا على وكلشي كيكون فرحان. الصحه بهذا العام الجديد بالصحه والهنا، وتكون بالامن والامان ان شاء الله في دول العالم كلها. مناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2024 بخبز أسبوع الرقية توجد لطرد بمناسبة حلول السنة، كما نعرف أن أسرة مغربية زورت الاحتفال مجموعة مع بعضهم، توجد عندنا لطرد السنة الجديدة 2024، وكما ينبغي حلوى عربية حلوى مغربية لصواري وأي حاجة موجودة، يعني كاين اللي موجودين واللي بغى شي فكرة جديدة نعدلوها له اللي بغى سوغ كوموند. سنة سعيدة عليكم كاملين إن شاء الله، سعيدة دخل لكم بالصحة والعافية وجميع الزملاء وغير الزملاء. المهم المخبزة كتحاول توجد يدشوا معايا هنايا لي طارت من لي بيش لي طارت لي بارفان، كل بارفان كيوجدوا انتم عارفين الناس كتجمع وكيحتفلوا مع بعضهم، اللي بغى بالصغير بالصغير بالكبير الكبير. بالنسبه للحلويات كاينه حسب راس السنه حسب لي كاتيجوري، على حسب كاين الناس اللي فامي صغارين ولا اللي عنده العيال بزاف، كنحاولوا نوجدوا لي بيوش صغارين لي بيوش كبارين على حسب الافراد ديال العائله ولجميع لي بارفان الصغار من الصغير للكبير. تصور الثمن مناسب جدا، الثمن بالنسبه للاجينواز كتبدا من 120 120 درهم، ان شاء الله مو سبيسيال كاينه 120 درهم 130 درهم حتى 200 درهم، ونوصل اللي طرت دايرين على حسب الكوموند على حسب لو شوا ديال الكليان. طبعا راه السنه كاين لي كوموند بزاف، الخدمه كتكون زايده، راه حنا كنبداو الخدمه اي متعه ديال الحلوه من 11 من 10 دابا لا كنبداو من 9 الصباح حتى الوحده الليل على حسب الاقبال باش نرضيو الزوانه، لان انتم عارفين طنجه ولات قبله سياحيه جميع الاصناف، جميع الناس اللي جاو عندنا، الناس من الخليج عندهم لي كوموند هنايا، كاين الناس ديال لي زيترونجي ديالنا المغاربه المتزوجين من الخارج، الجاليه ديالنا كامله جات هي استقبلناها الحمد لله تعالى عندها لي كوموند هنايا حتى هي. بمناسبه الحلول السنه الميلاديه الجديده كما العاده كنجيو ناخذوا الحلويات المغربيه وليطارت للوليدات باش كتجمعوا العائله، ومهم باش كنكون واحد الجو عائلي. وكنتمنى السنه الجديده 2024 تدخل على جميع المسلمين بالخير واليوم والبركه، ويكون السلام يعم في جميع انحاء العالم. مناسبة سنة سعيدة كنحتفلوا بها مع الساكنة طنجة، إن شاء الله كنتمناو هاد السنة تدخل علينا سنة سعيدة، جميع الأمة المغربية كاملة إن شاء الله، وجميع المسلمين إن شاء الله. حنا كنحتفلوا مع الشباب ديالنا مع وليداتنا ونشربوا أتاي ونحتفلوا إن شاء الله بهاد السنة، ونتمناو الخير للجميع إن شاء الله، سنة سعيدة.